خلينا اقول لحضراتكم اهم اخبار الاهلي. وبالمناسبه في مران في هذه اللحظات بيجرى بالنسبه للفريق، وهو مران الاخير استعدادا لهذه المباراه، واللي من خلاله بعد قليل يعني بعد ما ينتهي هذا المران تخرج قائمه النادي الاهلي لمباراه الغد. المران ابتدى بالتحديد في 8 ساعه الرابعه عصرا، وكان في محاضره فنيه من الجهاز الفني للاعبين وكل الامور اللي بتسبق اي مباراه هامه او اي مباراه بشكل عام. لكن هقول لحضراتكم بعض الاخبار المهمه. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين بيختتم خلاص استعداداته لمباراه الغد امام المقاولون العرب من خلال التدريب اليوم، وبيشارك في التدريب كل اللاعبين المتاحين بالنسبه للجهاز الفني بشكل طبيعي، وان شاء الله باذن الله الفريق يكون موفق بكره. بالنسبه لمحمود متولي، محمود متولي خلاص جاهز بشكل رسمي ومتاح بالنسبه للجهاز الفني طبيا في مباراه المقاولين العرب، واحنا عارفين ان محمود متولي المباراه الاخيره جاله كدمه فبالتالي خرج ما قدرش يكمل المباراه، مباراه طنطا، فكان في فحص طبي للاعب والامور بالنسبه له ماشيه بشكل جيد، خصوصا بعد ما شارك في المران امبارح بشكل طبيعي وبشكل كامل كمان، والنهارده ايضا بيشارك في التدريبات بالاسلوب الطبيعي او بالشكل الطبيعي، فخلاص هو كده جاهز ومتاح بالنسبه للجهاز الفني طبقا للرؤيه الفنيه الخاصه مستر فايلر في مباراه الغد باذن الله تعالى. كمان في محاضره بالفيديو للاعبين النهارده بالليل، دي هتكون بعد ما يوصل الفريق للفندق، ومحاضرة هتبقى مهمة والكلام على بعض النقاط الهامة الخاصة بفريق المقاولون العرب وكيفية مواجهة هذا الفريق وكيفية التعامل معاه علشان بإذن الله النادي الأهلي يقدر يتخطى هذه العقبة ويفوز في هذه المباراة، وثلاث نقاط أخرى مهمة جدا. خليني أقول لحضراتكم كمان إن مستر ريني فايلر بيطمن على حالة المصابين كالعادة كما هو المعتاد، والجميل في مستر فايلر إن هو بيهتم بكل كبيرة وصغيرة داخل النادي الأهلي أو داخل الفريق الكروي بالتحديد، يعني خصوصا ان البعض يعني بعض المدربين احنا عارفين خلال فترات كتير، يعني مش بتكلم عن النادي الاهلي بالتحديد، لكن بعض يقعد يقول لك ايه خلاص انا استنى لما اللعيب يبقى جاهز يقولوا لي هو جاهز ابتدي احطه في حساباتي. لا، الراجل بيبقى حاطط استراتيجيه معينه بالنسبه له خلال المراحل المقبله، المباراه اللي هيبقى متاح فيها اللاعب الفلاني او الفلاني، فده امر بيبقى مهم جدا. وبالتحديد كمان اطمن على حاله رمضان صبحي والبرنامج التاهيلي الخاص بيه، وان شاء الله رمضان يرجع قريب جدا جدا، اعتقد خلال 10 ايام يكون منضم التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي بشكل طبيعي باذن الله، ده بالنسبه لرمضان صبحي. نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح لزميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي. ادهم مساء الخير عليك. برحب بيك زميلي العزيز امير هشام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا ادهم، طمنا الجديد عندك. الحقيقه خاض النادي الاهلي اليوم مران فني قوي سبقه محاضره فنيه من المدير الفني رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، اكد فيه على ضروره الالتزام وضروره الاستمرار على نسق الانتصارات والاداء الجميل للنادي الاهلي، خصوصا النادي الاهلي عنده اربع مباريات مهمه جدا، اولها ان شاء الله باذن الله غدا ماتش الاهلي والمقاولين، نتمنى النادي الاهلي الفوز، وبعديها النجم الساحلي والهلال وانبي، ماتشات لا تقبل التهاون، ضروره الالتزام ضروره التركيز. المران ركز على استغلال الاجناب وضرب التكتلات الدفاعيه، لان من المتوقع ان المدير الفني القدير عماد النحاس مدير فني المقاولين هيلعب بتكتل دفاعي في بدايه اللقاء. ركز المدير الفني ريني فايلر على استغلال الاجناب وكرات الراس، وكان في مران خاص للمهاجمين باستغلال الفرص على المرمى. كمان حابب اطمن جماهير النادي الاهلي على لاعبنا وليد سليمان، خاض مران فني قوي. كمان جاهزيه محمود متولي ان شاء الله يكون جاهز لمباراه المقاولين بشكل كبير ان شاء الله. ان شاء الله. حسام عاشور اخباره ايه؟ لان كنا سامعين ان حسام عنده يعني زي اجهاد في العضله الضامه، هل هو بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي؟ الحقيقه هو عنده اجهاد، لكن هو كان في جري خفيف ليه حوالين الملعب، لكن ان شاء الله قريبا جدا هيعود بشكل قوي، بطمن جماهير النادي الاهلي عليه. كمان رمضان صبحي كان عنده جري خفيف حوالين الملعب، لكن خطوه بخطوه يوم عن يوم جاهزية رمضان بتعلى، وإن شاء الله بإذن الله بطمن جماهير النادي الأهلي إن فترة قريبة جدا هيعود رمضان صبحي للتألق في الملاعب مرة أخرى مع النادي الأهلي. طيب بالنسبة للاعب النادي الأهلي الجديد أليو باجي، هل هو بيشارك في كل فقرات التدريب يا أدهم ولا لسه بيتم تأهيله للمشاركة؟ طبعا أنت عارف زميلي أمير، أليو باجي لاعبنا المنضم حديثا هو محتاج فترة تأهيلية، ما بيشاركش في كل الفترات التمرين، محتاج يتدرج في التمرين عشان الحمل البدني، عشان يكون في حالة من حالات الانسجام ما بينه وما بين اللاعبين، لكن تدريجيا إن شاء الله قريبا جدا هيشارك في المران الجماعي. إن شاء الله بإذن الله. يا أدهم أنا بشكرك شكرا جزيلا، ومنتظرين منك تجيب لنا قائمة الفريق بعد انتهاء المران بإذن الله عشان نعرف كل الأمور اللي بتتعلق بالقائمة قبل المباراة الهامة جدا غدا أمام المقاولون العرب بإذن الله تعالى. طيب خليني أقول لحضراتكم إن في عدد من المباريات في مختلف الدوريات بالتحديد، يعني نبتدي بالدوري المصري النهارده
في مباراه لعبت انبي ونادي اف سي مصر انتهت بفوز انبي 2-1. في مباراه بتجرى في هذه اللحظات ما بين الانتاج الحربي وحرس الحدود كانت انطلقت في تمام الساعه 5 مساء، وايضا في مباراه الساعه 7:30 مباراه قويه جدا ما بين سموحه والاسماعيلي، ده في الدوري المصري. بالنسبه للدوري الانجليزي بقى النهارده في عدد كبير جدا من المباريات، واتفورد وتوتنهام، مباراه كانت تعادل سلبي مش عارف لحد دلوقتي بقت كام زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. المباراه دي ابتدت في تمام الساعه 2:30. مانشستر سيتي وكريستال بالاس وساوثهامبتون وولفرهامبتون وويست هام يونايتد مع ايفرتون ونورتش سيتي مع بورموث وبرايتون مع استون فيلا، ارسنال مع شيفيلد يونايتد، كل المباريات دي الساعه 5، ومباراه اخرى هتكون في تمام الساعه 7:30 ما بين